يعتبر نخيل البلح من بين أهم أشجار الفاكهة في مصر، وتحتل مصر المركز الأول في إنتاج التمور منذ عام 2002 وحتى الآن. ولكن يتعرض النخيل للعديد من الآفات الحشرية، واللي من أخطرها سوسة النخيل الحمراء. ويذكر دكتور محمد كمال رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في مصر أن حجم الأضرار التي تسببها هذه الآفة وحدها يعد أكبر من حجم جميع الأضرار اللي بتسببها جميع آفات النخيل الأخرى مجتمعة، لأن يرقات هذه الحشرة بتتغذى بشراها على أنسجة النخلة الغضة، مما يؤدي في حالة الإصابات الشديدة إلى موت النخلة وتساقطها. وقد تصل قيمة الخسارة في بعض الأصناف نتيجة موت نخلة واحدة إلى أكثر من 20,000 جنيه. ويمكنك أخي المزارع مشاهدة نسبة كبيرة من أماكن الإصابة في نخيل البلح في المسافة من مستوى الأرض حتى ارتفاع 2 متر، ونسبة بسيطة منها في المنطقة القمية وتحت القمية. ومن المعروف أنه في حالة عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية فإن الحشرة تفضل إحداث الإصابة في الأماكن التالية: 1- أماكن فصل الفسائل بدون إجراء العمليات الوقائية. 2- أماكن التقليم الجائر مع عدم إجراء العمليات الوقائية. 3- الأشجار التي بها عدد كبير من الفسائل. 4- منطقة اتصال الفسائل بالأم. 5- النخيل البالغ من العمر أقل من 10 سنوات. 6- أماكن الجروح والرواكيب والجذور الهوائية. ومن بين أعراض الإصابة التي يمكنك أخي المزارع مشاهدتها الآتي: 1- خروج سائل بني اللون ذو رائحة كريهة يسيل على جذع النخلة، وكذلك وجود نشارة مثل نشارة الخشب تكون لها نفس الرائحة على الجذع. 2- وجود شرانق من الليف تتواجد بها عذار الحشرة في قواعد الجريد وإمكانية نزع هذه الأوراق بسهولة، ويلاحظ وجود تآكل في قواعدها وقد يوجد بها بعض اليرقات. 3- موت بعض الفسائل حيث يمكن فصلها بسهولة من الأم نتيجة تآكل منطقة اتصال الفسيلة بالأم، وكذلك موت الرواكيب أو الفسائل الهوائية. 4- تآكل جذع النخلة من الداخل حيث يصبح مجوفاً نتيجة الإصابة الشديدة ويمكن إدخال اليد به بسهولة. 5- جفاف الأوراق الداخلية للأشجار والفسائل. 6- تساقط النخيل نتيجة الإصابات القاعدية أو سقوط رأس النخلة في حالة حدوث إصابة قمية. وبكده نكون عرضنا لك أخي المزارع أهم الأماكن اللي بتفضل الحشرة إحداث الإصابة بيها، وأيضاً أهم أعراض الإصابة.